المفروض النهارده هنتكلم عن الجزء بتاع الاوليجرازم. وهنا بنتكلم عن الخوارزميات بتاعت جوجل، سوري بتاعت فيسبوك. احنا المفروض هنتكلم عن خوارزميات فيسبوك. طيب المفروض خوارزميات فيسبوك دي يعني ايه؟ المفروض هي المفروض القوانين اللي بتتحط من خلال فيسبوك او اي بلاتفورم علشان نبتدي ان احنا نتعامل معاها، والتعامل مع البلاتفورم دي يتوافق مع اسلوبنا. يعني مثلا احنا دلوقتي كيوزر، لو احنا كمستخدمين عاديين جدا جدا، المفروض بنتعامل مع الالجوريزم بتاعت بلاتفورم معينه، او بنتعامل مع فيس، بنتعامل مع بلاتفورم محدده، ولنفترض ان دي البلاتفورم، واحنا ما بيننا وما بين البلاتفورم دي المفروض تعامل مباشر. انا كيوزر عادي جدا ببتدي اتعامل مع البلاتفورم دي. طب عشان اتعامل مع البلاتفورم دي لازم البلاتفورم دي تكون مهيئه بشكل كبير جدا جدا ان هي تتعامل معايا، لازم يكون في صله ما بيني وما بينها. طب الصله اللي ما بيني وما بينها دي المفروض هتكون عباره عن ايه؟ هي دي اللي بيتقال عليها الخوارزميات، تمام، او بيتقال عليها القوانين بتاعه البلاتفورم نفسها، تمام، الخوارزميات، او بنقول عليها بالانجلش الايه، الالجوريزم. فلازم يكون في ما بيني وما بين اي بلاتفورم، ما بيني وما بين اي بلاتفورم سواء فيسبوك، تمام، او مثلا انستجرام، او مثلا سناب، او مثلا تويتر، تمام، كل دي بلاتفورم، كل واحده منهم بتحط لنفسها الجوريزم وقوانين. طب الالجوريزم دي المفروض هتفيدني في ايه؟ او انا المفروض القوانين دي بتخدم ايه بالظبط؟ بتخدم التفاعلات اللي ما بين اليوزر نفسهم وما بين البلاتفورم نفسها وما بين المعلنين نفسهم. يعني انا دلوقتي واحد ماركتير، المفروض ان انا شغال في مجال الماركتنج، او شغال في السوشيال ميديا ادز، او الفيسبوك ادز وما الى ذلك، تمام. انا المفروض محتاج ان انا ابين الاعلان بتاعي لليوزر نفسهم، لو ده مستخدم وشكله غريب شويه بس ده المستخدم، والمفروض انه بيتعامل مع بلاتفورم. طب البلاتفورم اللي هو بيتعامل معاها دي لازم يكون بالنسبة له عليها كل الحاجات اللي هو بيفضلها، عليها محتوى هو بيفضله. أي حد مننا بيخش بلاتفورم المفروض، أو بيفتح بلاتفورم جديدة، أو بيعمل لوجن على بلاتفورم جديدة، بيبتدي يشوف هل البلاتفورم دي مناسبة لاستخدامه ولا لأ. لذلك لما احنا أول ما ظهر تيك توك بالنسبة لنا، كان في ناس كتير جدا جدا بتقول لأ تيك توك ده بالنسبة لي المفروض ان هو، لا بالنسبه لي مش انا كمستخدم ما احبش استخدمه، كل الفيديوز اللي عليه مش مناسبه ليا. طيب لو احنا بقى نفترض ان مفيش خوارزميات وما بدأناش نحدث، او كفيسبوك او كمنصه عامه مش بتحدث البلاتفورم بتاعتها بما يتناسب مع اليوزر نفسه، انا دلوقتي عندي التايم لاين بتاعي، التايم لاين ده عباره عن بوستس بتنزل، انا اول ما بفتح التايم لاين وأول ما بشوف التايم لاين بتاعي ببتدي أشوف إيه الحاجات الموجودة عليه، وإيه الحاجات اللي أنا هعمل لها سكرول، والحاجات اللي أنا بتعجبني وبدوس عليها لايك، الحاجات اللي أنا محتاج أو إن أنا بشوفها وبتعجبني وابتدي أدخل في مناقشة فيها، الحاجات اللي المفروض مثلا بتخليني أكتر مشاركة. طيب هل الخوارزميات دي بتتعامل علشان كده بس، علشان بس ان انا اظهر او يظهر المحتوى؟ هنا بنقول ان احنا بنتعامل مع البلاتفورم عشان يظهر المحتوى المناسب، تمام، لكل محتوى المناسب لكل فئة او كل شخص، تمام. انا دلوقتي كشخص بتعامل مع البلاتفورم دي، طب عشان اتعامل مع البلاتفورم دي لازم بتحط الالجوريزم. الالجوريزم دي بعض القوانين وبعض الخوارزميات اللي بتحصل وبعض التكنيكس اللي بيحصل على البلاتفورم عشان يظهر لك البوستز زي ما بيتقال فيها في الفيسبوك، او التويتس زي ما هي بتتقال في تويتر، المناسبه ليك والمناسبه لشخصيتك. انا حد انترستد بالكوره مثلا، فطبيعي ان انا هتفاعل مع بوستز الكوره وهتشدني منها بشكل كبير، خلاص ده حد بتتفاعل معاه، الأوليجرازم بتبتدي تظهر له أكتر
النوعيه دي من البوستس او النوعيه دي من من المحتوى اللي هو بيحبه. طيب ايه تاني اصلا الخوارزميات دي معموله على ايه؟ عشان تطلع تحليلات واحصائيات عن الاستخدام والمستخدمين. طيب هل المفروض ان ده بيحصل؟ اه هو بيحصل. يعني انا دلوقتي بتعامل مع فيسبوك وهو بيسجل عليا كل حاجه، بيسجل عليا التفاعلات اللي بعملها، بيسجل عليا التشيكن، بيسجل عليا سواء انا بعمل شوبينج، بيسجل عليا لو انا المفروض باتشات كتير مع نوعيه معينه من الاصدقاء، مثلا الفاميلي بتاعتي بيبتدي يكونكت ما بيننا بشكل كبير، يظهر البوستس بتاعتنا لبعض بشكل اكتر وما الى ذلك، علشان يبين الاحصائيات انت بتتفاعل ازاي، ايه الحاجات اللي بتجذبك، ايه الحاجات اللي ما بتحبهاش، ايه الحاجات اللي بتفضلها، المود بتاعك دلوقتي عامل ايه، وكل الاناليسز اللي بتطلع عنك. تفاعلك مع البلاتفورم نفسها سواء فيسبوك او غيره ده بيطلع منه احصائيات، الاحصائيات دي بتبتدي تشتغل على الجزء اللي جاي وهو ظهور المحتوى للتفاعل اكتر. تمام، انا دلوقتي اكتر الحاجات اللي بتفاعل معاها الفيديوز مثلا بتاعت الكوره، حلو جدا. طيب انا بدات اتفاعل معاها بشكل كبير ودي اكتر حاجه بتخليني افتح فيسبوك مثلا، اوكي. فانا لما بفتح مثلا فيسبوك مثلا ونفترض ساعه في اليوم، فالساعه دي انا بتفرج مثلا فيها على ساعه الا ربع على فيديوز كوره، حلو جدا. يبقى انا كأوليجرازم او كمنصه المفروض ايه اللي بيحصل معايا؟ ان انا بيبلي كل الحاجات اللي انا بتفاعل معاها عشان اقدر اقعد اكتر وقت ممكن في البلاتفورم دي، تمام، عشان تقعد اكتر وقت ممكن في البلاتفورم نفسها او المنصه نفسها، تمام. طيب هل 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 ده بيتعامل معاه الاوليجرازم او ده في الاوليجرازم من زمان؟ يعني مثلا من اول ما بدا فيسبوك، من اول ما بدا تويتر وانستجرام، هل ده موجود بشكل كبير من الاول؟ ده مع الوقت بدا يتطور بشكل كبير. يعني الاوليجرازم دايما بيكون فيها تحديث، لازم يكون فيها تحديث اكتر، كل سنه بينزل تحديث عليها وبتتجدد عشان تركز بشكل كبير جدا جدا على الانجيجمنت بتاعت الناس، على التفاعل بتاع اليوزر نفسه. كل ما اليوزر كان بيتعامل بشكل كبير او بيتعامل بشكل افضل مع البلاتفورم نفسها، كل ما هو كان هو مبسوط بيها. طب ولنفترض ان انا عدد اليوزرز بدا يقل، عدد اليوزر بدا يقل، هنا المفروض البلاتفورم نفسها زي ما بيحصل دلوقتي مع فيسبوك بتاخد بالها ان عدد اليوزر بيقل، يبقى انا في عندي مشكله في الاولوجرازم نفسها. طب الاولوجرازم بتقول ايه؟ بتقول ان انا مش عندي ريلز على فيسبوك، الناس بدات تتفاعل بشكل كبير جدا جدا مع الفيديوهات القصيره، عشان كده الناس بقت تدخل على تيك توك بشكل كبير. طيب انا كمنصه المفروض ان انا اطور من نفسي عشان اتناسب مع كاولوجرازم، اتناسب مع اليوزرز، اتناسب مع اليوزر. طب هعمل ايه انا كفيسبوك؟ المفروض هتعامل في السنه الجديده مع 2022 على ان انا اشتغل على الفيديوز بشكل كبير، ولذلك هتلاقي حاليا ان فيسبوك بدا يعتمد الريلز على فيسبوك. طب هو بدا يعمل كده ليه؟ يعني هو ليه بيعمل الريلز على فيسبوك؟ لا، هو علشان ده الاوليجرازم اللي الناس بتتفاعل معاه بشكل كبير، او دي الخوارزميات والاحصائيات اللي احنا طلعناها من الناس، ان الناس بتدخل على الفيديوز وتتفرج على 25% من الفيديو بعد كده تسكرول، 25% من الفيديو بعد كده تسكرول، لان الناس مش عندها الصبر الكبير ان هي تتعامل مع البلاتفورم بشكل كبير، وبتتعامل مع البلاتفورم بشكل متواصل مع نوعيه واحده من المحتوى او توبيك واحد. هي اكتر تعالى بقى نبتدي بقى نخش في الخوارزميات بقى، اكتر المحتويات تفاعلا، تمام، حاليا هي الفيديوز، تمام. طيب هل فيسبوك بتعتمد على ده ازاي، او فيسبوك بدات تطور في ده ازاي؟ ان ظهور الفيديو
أكتر بنسبة من الأول ب50%. تمام؟ طيب الفيديوز بقى دي بتظهر بناء على إيه؟ بتظهر في هيئة ريلز. أنا دلوقتي الريلز بالنسبة لي هي من الأدوات المهمة جدا 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 في الخوارزميات بتاعت إيه؟ فيسبوك. فأنا لو أنا بعمل محتوى عبارة عن تكست بشكل كبير جدا جدا، فأنا لازم أبتدي أدخل في الكونتنت بتاعي فيديوز بشكل كبير، سواء الفيديوز دي هي موشن أو فيديوز حقيقية من تصوير فعلي، أو فيديوز هي عبارة عن محركات أو بتجيب لقطات مختلفة، أو فيديوز لايف. المفروض إن أنا المحتوى بتاعي خلال الشغل بتاعي مع أي بلاتفورم، وخاصة فيسبوك الفترة دي أو الفترة القادمة كمان، يكون جواها الفيديوز. تمام؟ طيب ليه؟ لأن فيسبوك بدأ يشتغل في الألجوريزم بتاعته على إنه يظهر بشكل كبير جدا جدا الفيديوز بتاعتك، الفيديوز بدأت تظهر بشكل كبير، فيبقى أنا هاخد بالي وأنا بشتغل على الفيسبوك إن أنا لازم أحط جوه الكونتنت بلان بتاعتي أو الاستراتيجي اللي أنا هشتغل بيها على إيه؟ فيسبوك. طيب فيديوز، طيب هل المفروض إن أنا أعتمد على ده بشكل أساسي؟ لازم بتعتمد عليه بشكل كبير جدا جدا جدا. طيب المفروض ايه تاني ابتدي اشتغل عليه، او ايه تاني الالجوريزم اصلا اللي بدات تشتغل عليه من امتى؟ يعني المفروض ان انت الالجوريزم دي بدات، او بدات فيسبوك تشتغل على الالجوريزم من سنه 2006. طب هل زي ما احنا كنا لسه بنقول من شويه لسه زي ما هي؟ لا، هي بتتطور. طب ايه تاني اتطور فيها، او ايه الحاجات التانيه اللي اتطورت المفروض اتبعها؟ المنشورات نفسها او البوستس بتاعت الايه؟ البوستس بتاعت الفريندز، الاصدقاء اللي عندك. تمام؟ الاصدقاء اللي عندك. تمام؟ بيظهر المحتوى بتاعهم 2:1 من المحتوى بتاع العلامات التجارية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي المفروض لو انا بشتغل على بلاتفورم او بشتغل على براند ونزلت عنه بوست، اوكي، وليا تارجت من العملاء، او انا عندي عدد من العملاء. تمام؟ عندي عدد ايه من العملاء. طب العملاء دول المفروض بيظهر لهم برضو، تمام، الى واحد بيظهر لهم برضو محتوى. طب المحتوى اللي بيظهر لهم ده بتاع مثلا صحابهم، اوكي. طب انا دلوقتي صاحبي اللي المفروض نزل عنده محتوى ده، هل هشوفه ولا المفروض اللي هيشوف الكونتنت ده الناس بتوعي؟ يعني انا دلوقتي جيت مثلا، ده اللي بيرسم على الشاشه، بلاش الكلام ده، اللي انا دلوقتي نزلت بوست، اوكي. طيب انا لما هنزل بوست، او انا المفروض ان انا نزلت بوست، المفروض ان انا البوست ده لما ينزل هيظهر للفريندز عندي. تعالى كده نتخيل ان هنا مثلا انا عندي علامه تجاريه، اوكي، تعالى هنا مثلا علامه تجاريه، علامه تجاريه يعني اي براند او اي بيج. تمام؟ وعندي برضو الناحيه الثانيه، تمام، اخويا مثلا، اوكي، تمام، وعندي هنا ده التايم لاين، اوكي، ده عندي هنا التايم لاين بتاعي. طيب التايم لاين بالنسبه لي نزل محتويين في نفس الوقت، علامة تجارية ونزل في نفس الوقت عندي ليا أخ نزل بوست عنده إن هو مثلا النهاردة أول يوم ليه في الجامعة، فور إكزامبل يعني. تمام؟ طيب أنا بالنسبة لي الألجوريزم هتظهر لي أنهي قبل أنهي؟ هيظهر لي مين؟ هيظهر لي المحتوى بتاع أخويا الأول، ولا هيظهر لي المحتوى بتاع العلامة التجارية الأول؟ لا، أنا هيظهر لي المحتوى بتاع أخويا الأول. طب ليه ده بيحصل، او انا ليه الالجوريزم عمل كده؟ لان التفاعل ما بين الناس وما بين الفريندز عندهم وما بين المحتوى العاطفي هو اكبر بكتير من المحتوى التجاري. التفاعل بتاع المحتوى بتاع الفريندز هو اكبر بكتير من المحتوى التجاري. عشان كده دايما بنلاقي ان الوصول بتاع البيجز مع الوقت من 2016 لحد النهارده بيقل.
كان بنسبة كبيرة 20 نزل 10 نزل 5 نزل 2% وما إلى ذلك. طيب هل المفروض إن أنا أشتغل مع الاستراتيجية دي إزاي أو أشتغل مع الأوليجرازم دي إزاي؟ يعني المفروض إن أنا إيه اللي أعمله أو إيه اللي بإيدي إن أنا أعمله علشان أبتدي أعدل في الأوليجرازم دي أو أتعامل معاها بشكل صح. مبدئيا كده ما تعتمدش في اعتمادك على النوعيه دي من الالجوريزم او التحديث ده ان انت تشتغل على البيج بس. انت عندك منصات كتير جدا جدا او عندك حاجات كتير جدا جدا جوه فيسبوك. لو انت هتشتغل على فيسبوك فانت عندك المفروض عندك في الفيسبوك عندك صفحات تمام، وعندك حسابات شخصيه تمام، وعندك جروبات تمام، عندك ماركت بليس، وعندك ايه تاني صفحات وحسابات شخصيه وجروبات، وعندك الماركت بليس تمام، وعندك ايه الواتشت تمام. طب هل المفروض ان انا اعتمد بس ان انا ابني البوستس بتاعتي، ان انا بنزل بوستس عاديه جدا جدا والمفروض ان انا اشتغل على الصفحه بتاعتي وانزل عليها بوستس بس وفي الاخر اقول ان انا الدنيا بالنسبه لي مش احسن حاجه؟ طبيعي ان هي مش هتكون احسن حاجه. طب مش هتكون احسن حاجه ليه؟ لان انت ما فهمتش الاولوجرازم نفسها بتقول ايه. طب المفروض ان انا اعمل ايه بقى هنا؟ انا هل المفروض ان انا اعتمد ان انا انزل بوستس بس وخلاص على كده، ومن خلال البوستس دي المفروض ان انا بقى؟ لا، انت تعمل جروب على فيسبوك وتبتدي تتعامل مع الجروب ده ان انت تضيف عليه حاجات تفاعليه مختلفه غير البيج. تعمل اكونت شخصي والاكونت الشخصي تبتدي تربط بيه بصله ما بيني وما بين ما بينك وما بين الناس. طيب بعض الناس بدات تلجا لحلول مختلفه، بتخلي الحساب الشخصي هو بيرسونال براندنج لصاحب الشركه نفسها. تعالى كده ولنفترض مثلا نشوف الاستراتيجي دي ممكن تتبني ازاي. انا دلوقتي عندي المفروض مثلا شركه اسمها مثلا تمام، هنقول مثلا ان هي شركه الحجاز. اوكي، طيب شركه الحجاز دي المفروض ان هي بتعتمد مثلا على مثلا للسفر. اوكي خلاص تمام، شركه الحجاز للسفر. شركه الحجاز للسفر دي المفروض ان هي عايزه تبتدي تشتغل على منصه فيسبوك. اوكي، طب هل المفروض ان انا اعمل لها ايه؟ يعني انا دلوقتي هعمل لها بيج. طب انا دلوقتي هعمل حاجه معينه، هبتدي اعمل صفحه تمام هعمل صفحه للشركه تمام على الفيسبوك. اوكي، احنا كده كل ده بنتكلم على منصه واحده، يعني كل ده احنا بنركز بس على المفروض كنا هنتكلم على الالجوريزم بشكل عام بس الوقت عمره ما هيقضي. طيب انا دلوقتي المفروض هتكلم هعمل ايه للشركه دي؟ هعمل لها صفحه على الفيسبوك، هعمل حساب شخصي تمام باسم صاحب الشركه تمام، واعمل له تمام بيرسونال براندنج تمام، هعمل له بيرسونال براندنج. اوكي طيب هستفاد انا من بيرسونال براندنج ده؟ هستفاد منه جدا جدا. طيب هعمل ايه تاني؟ هعمل جروب للعملاء على الفيسبوك ويكون ليهم خصومات مثلا خاصه او ايا كان اللي انا الفايده اللي انا احطها في الايه ليهم في الجروب ده تمام. طيب العملاء الاساسيين هعمل ايه تاني؟ هعمل شغل على الماركت بليس تمام، وهبتدي على الماركت بليس دي انزل الايه المنتجات، انزل ايه المنتجات. عايز اقول لكم ان في ناس اصلا وبزنس كبير قايم اكتر من بزنس شفته قايم على الماركت بليس، هو بيشتغل على الماركت بليس بس ومش في مصر كمان بس، يعني في دول كتير يعني ودول كبيره كمان مش صغيره، هي شغاله على الماركت بليس وبيبيعوا من على الماركت بليس ده بشكل كبير تمام. طيب انا عملت ماركت بليس انزل عليه المنتجات، وعملت جروب للعملاء على الفيسبوك، وعملت حساب شخصي لصاحب الشركه، وعملت صفحه للشركه على الفيسبوك، وهبتدي كمان اشتغل ايه اعلانات تمام. طب ايه تاني ممكن اعمله؟ هبتدي اعمل حساب
شخصي، تمام، للسيلز، تمام، يتعامل في الجروبات العامة، تمام. طيب هل كل ده على فيسبوك؟ وانا هعمل كل ده. طب بعض الناس بتبتدي تشتغل بس على يعمل بيج ويبتدي يشتغل على اعلانات ودايركت، يلا بينا نشتغل، تمام، والبوسز بس بتجيب 2% اورجانيك، فانا مش هقدر اشتغل اورجانيك بس. طب ما انت عندك بقى، لو انت فاهم الالجوريزم بشكل كبير هتبتدي تتعامل معاه بشكل كبير. طب الصفحه بتاعت الشركه دي المفروض ان احنا هنشتغل عليها، هتبتدي تكونفرجن وتبتدي تحول الناس اللي هتشوف من صفحه هتروح على الشركه. هبتدي دلوقتي الاسم بتاع صاحب الشركه هيسمع كتير وهيبني مصداقيه عند الناس، وهيبتدي الناس يحصل لها لويالتي للشخص ده، فمن اجل الشخص ده هيروح على الشركه. مثلا انا دلوقتي محتاج اسافر، طب حلو جدا، ده في واحد اسمه محمد ده بتاع سفر وبينزل فيديوز عن السفر للشركة عنده ومش عارف ايه، وحبيت جدا السفر معاه، والجروبس اللي بتطلع معاه بتبقى مستمتعة جدا، وشفت الصور بتاعته كان منزلها السنة اللي فاتت كانت جامدة جدا، خلاص طب يلا نروح معاه. هيبتدوا يتعاملوا مع الشخص ده، والشخص ده دايركتلي يحولهم على الشركة، فاوريدي انت كسبت عملاء من منفذ تاني جوه المنفذ اللي انت شغال منه، تمام. طيب انا دلوقتي هعمل جروب للعملاء، الجروبس بشكل كبير جدا جدا هي اكثر تفاعلا من الصفحات. على الجروبز ممكن الفانز نفسهم ينزلوا بوستس، على الجروبز ممكن تعمل كومبيتيشن وبولز وما الى ذلك، على الجروبز ممكن تبتدي ان انت تاخد الاراء بتاعت العملاء وتشتغل من غير ما تكون مقيد بالبراند نفسه، وان انت تحافظ على شخصيه البراند. احيانا بنحتاج نخرج شويه من شخصيه البراند عشان ننزل فريندلي شويه مع العملاء. طب انا عملت ماركت بليس، على الماركت بليس هبتدي اوجه المنتجات بتاعتي، لو اي حد هو بيتعامل مع الماركت بليس 100% انا هظهر له، لو هو انترستد بيا فانا هظهر له بشكل كبير، وكمان ده ماركت بليس بيتعامل مع الارياز، فانا ممكن من الماركت بليس اتارجت اريا معينه باوفر معين، او انا ابيع بايه بجزء معين وهنافس على الماركت بليس، وابتدي بعد كده اشتغل اعلانات على الاودينس اللي انا المفروض اشتغل عليهم، ومن خلال الحساب الشخصي بتاع السيلز العاديين جدا جدا ابتدي ان انا والله في جروبات عامه جدا للسفر. طيب الجروبات بتاعت السفر دي المفروض ان انا اعمل فيها ايه؟ لا والله ده دخل واحد بيسال في جروب للسفر، انا عايز اسافر مثلا منطقه معينه، ايه افضل شركه ابتدي اسافر معاها؟ معظم الحاجات دي او 50% منها بيكون ريكومنديشن من جوه الشركات نفسها، يعني مثلا لو انت نزلت بوست وجه حد قال لك انا محتاج ان انا اسافر، ولقيت ناس كتير داخله بتقول لك سافر مع الشركه دي، هتلاقي نصهم السيلز اصلا والنص التاني هي فعلا ناس سافرت، تمام، هتلاقي نصهم السيلز اصلا ونصهم ناس سافرت فعلا، تمام. فده بيكون ريكومنديشن، فانا ممكن اعمل اكونت بيرسونال هيوصل بشكل سريع للناس، وابتدي ان انا اشتغل على الاكونت البيرسونال ده للناس بتوع السيلز، ويبتدوا يعملوا ريكومنديشن للشغل بتاعي. فانا هنا كل ده بعيدا عن شغل الاعلانات، بعيدا عن شغل الاعلانات ده كله شغل اورجانيك من غير ما تدفع فيه فلوس، ومن غير ما تحط فيه جنيه، تمام. وفي نفس الوقت انت ال 2% اللي انت بتتكلم عنهم، تمام، اعتقد ان هم هنا ما بقوش 2% خالص، يعني ال 2% دول بتاع الزهور ما بقاش 2%، اعتقد ان انت الموضوع هيكون افضل من معاك بكتير. فعشان كده لما تيجي تشتغل على اكونت على فيسبوك او بيزنس على فيسبوك، فانت بتعتمد على الـ 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 الشركه نفسها، ان هي تبني امبراطوريه ليها على فيسبوك، بتبني امبراطوريه ليها على الفيسبوك. فدي من الحاجات المهمه جدا جدا، اوقات او ساعات بنعملها كمان، هديكوا اكزامبل اقرب على ده. ساعات كده بتشوف مثلا ايه اعلان جاي في رمضان جاي اهو ان شاء الله، اعلان ل كومباوند جديد، اوكي، الكومباوند ده لسه نازل، لسه ما اتحطش فيه طوبه، لسه ما حدش سكن فيه اصلا. هتلاقي ايه، في جروبس معموله على الفيسبوك مثلا ويقول لك سكان مثلا كومباوند اكس، اوكي. طيب ده مثلا كومباوند مثلا اكس، اوكي، خلاص. هتلاقي بقى معمول ايه،
صفحة بيرسونال، هتلاقيها صفحات بيرسونال بتتعامل مع ال بتتعامل مع ال 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 بتتعامل مع الكومباوند ده، تمام، ومكتوب ان ده كومباوند مثلا سكان مثلا كومباوند اكس ده. طيب الكومباوند ده هل اصلا في حد سكنه؟ ولا حد يعرف عنه اي حاجه، ولا حد سكنه اصلا. فانا دلوقتي عايز اشتري، انا محتاج اشتري، هعمل ايه؟ هبتدي اعمل سيرش واشوف ايه الناس اللي السكان او الناس اللي اشترت فعلا في الكومباوند ده وبدات تشتري فيه. مع الوقت يمر مثلا 5 6 7 شهور على الاقل، من 6 شهور لسنتين، تلاقي الجروب ده بقى هو عباره عن الكومباوند نفسه. كل الناس اللي ساكنه في الكومباوند، اللي عايزه تشتري في الكومباوند، اللي كانت نفسها تشتري وما اشترتش واشترت في حته تانيه، هتلاقي كل السيلز وكل العملاء وكل الناس موجوده في ايه؟ هتلاقيهم كلهم موجودين جوه الكومباوند ده او جوه الجروب ده. طب هو اصلا الكومباوند لسه ما اتبناش يا جماعه، بس انا ببني لقدام، تمام. وفي نفس الوقت انا دلوقتي محتاج ابيع في الكومباوند ده، تمام، وعندي سعر مغري عن سعر الشركه، تمام، او اوفر يا جماعه ده في حاجه معموله ريسيل في الكومباوند ده. فهتلاقي الناس اوريدي تشتري منك، او الناس الانترستد انت مجمع منهم مجموعه كبيره. هتلاقي في صفحات تانية مثلا شاليهات، تمام، او فيلل، مش عارف الصفحه، مش الصفحه كمان، اكونت، تمام، حساب شخصي، تمام. هتلاقي مثلا ايه افضل فيلل في الساحل، تمام. هو العامل ده مش حد يعني مش فاهم، لا هو ده حد فاهم جدا وعارف هو بيعمل ايه. وهتلاقي الصفحات دي بتنزل، او الاكونتات الشخصيه دي بتنزل بوستس عالي جدا، تمام. لو انت عملت فتحت الفيسبوك بتاعك دلوقتي وكتبت افضل فيلل في الساحل، مش عارف فيلل في شرم، مش عارف، هتلاقي حسابات عاديه جدا جدا، تمام. ودي بتبقى يا اما ناس بروكر عاديين، يا اما حد فاهم فبيبتدي يشتغل على ده، والاكونتس دي بتجيب جدا كمان، تمام. طيب هل ده مهم بالنسبه لي؟ ده مهم بالنسبه لي عشان تتعامل مع معدل الوصول بتاع الاولوجريزم، معدل الخوارزميات بتاعه الاولوجريزم، وتبتدي ان انت تشتغل عليها بشكل كبير جدا، وتبتدي ان انت تحدد ده. من الحاجات كمان المهمه جدا ان انت لو هتشتغل بنفس طريقه الاكونت وبنفس الكلام ده كله، ما تبقاش انت فاتح الاكونت وعامل الاكونت ده سلطه، كل بوست فيه ملوش علاقه بالبوست التاني. انت محتاج الناس اللي تخش تفهم ان انت حد تقيل في المجال، حد بيفهم، حد فاهم هو بيعمل ايه، الكلام ده كله، تمام. فانت دلوقتي التغيرات الكتير دي لازم أن تكون انت متواجد بطريقه كبيره جدا جدا جدا. وتبتدي بقى تعمل ايه؟ من خلال الاكونتس دي تبتدي تبني ريليشن مع الناس دي، يكونوا فريند عندك. يعني مثلا انا دلوقتي عندي ناس بعتت على البيج كتير انهم بيسالوا على الكومباوند، تمام، حلو جدا. ابتدي اخد الناس دي، والناس دي ابتدي ان انا ابعت لهم اد فريند، ابعت لهم مثلا مسج، ابتدي اتعامل معاهم، ابتدي ان انا ابني معاهم صداقات. فده بالنسبه لك مع الوقت هتلاقي نفسك الناس دي اصلا انت موجود جواها، هتلاقي نفسك الناس دي موجودين عندك، فالبوسس بتاعتك تظهر عندهم بشكل كبير جدا جدا، تمام. طيب ايه تاني؟ خليني اقول لك ان انت المفروض التايم لاين، تمام، بيعتمد على الايه، على الناس اللي عندك، الناس اللي عندك بتتفاعل مع ايه، وبناء على هذا الاساس بتبتدي ان انت تبتدي تشتغل. طب في حاجه كمان المفروض ان انت بتعتمد عليها، السي فيرست. السي فيرست من الحاجات المهمه جدا جدا في الاولوجريزم، ان انت يبقى عندك مجموعه من الناس عاملين السي فيرست، تمام. السي فيرست ده اللي هو انت، انا ببتدي اوجه الناس اللي عندي ان هم يحطوني في ان هم يشوفوني دايما في الاول باي استراتيجيه ايا كانت. يعني انا مثلا بشوف ناس بتبتدي تطلب على الاكونتس بتاعتها، يا جماعه اعملوا لي سي فيرست عشان تشوفوا ايه اول البوستز اللي بتنزل دايركت اول باول. وما الى ذلك، انت لما هتبني مجموعه من السي فيرست ده هيوسع نشاطك بشكل كبير جدا جدا، وهيفرق معاك بشكل كبير، تمام. المفروض ان الـ 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 مستوى
الشير بالنسبة لك بيفرق، يعني المحتوى، تعالى كده أقول لك على حاجة تانية، المحتوى المتاخد شير، تمام، المحتوى المتشير، تمام، تعالى كده وقيسها أنت بنفسك وجرب ده، هات كده، أو لو أنت عملتها قبل كده ابتدي جربها. المحتوى، تمام، خليني كده أقول لك، المحتوى الجديد اللي أنت بتكتبه وتعمل له بوست، تمام، بيوصل أفضل بكتير جدا جدا جدا، خليني أقول لك يعني بكتير كتير جدا 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 من المحتوى المعمول شير، تمام. يعني إيه الكلام ده؟ هات كده بوست من على صفحة، لو أنت مثلا واخد بوست، منزل الشركة بتاعتك منزلة بوست، أوكي، ورحت أنت عامل إيه؟ رحت أنت واخد البوست ده شير ونزلته عندك على الصفحة، وشوف مدى التفاعل. مرة تانية خد نفس البوست، تمام، بس طبعا مش في نفس اللحظة، يعني تاني يوم مثلا أو حاجة، خد نفس البوست أو خد بوست تاني مشابه ليه، وابتدي اعمل للبوست ده بوبليش، ما تاخدوش شير، أنت اعمل للبوست ده بوبليش، نزله عندك دايركت، واعمل منشن مثلا للصفحة لو أنت عايز الناس ضروري تروح على هناك. هتلاقي مستوى التفاعل، مستوى الوصول، مستوى الرياكت مختلف تماما، هتلاقي اعلى بكتير، تمام، هتلاقي النسبه مختلفه، تمام. انا ما اقصدش ان انت تعمل دي خطوات، انا بقول لك لو انت عايز تقارن، بس هو المقصود من هنا ايه، ان المحتوى الجديد اللي انت بتنزله او اللي انت بتعمله بوست بيبقى افضل بكتير جدا جدا من المحتوى اللي انت بتعمله شير، بيبقى افضل بكتير. ولذلك لما انت بتلاقي حاجه ترند، فانت بتلاقي اصلا الترند ده هو عبارة عن إن اتاخد شير كتير جدا من البوست نفسه، تمام؟ اتعمل شير كتير منه. طيب البوست الأصلي هو أصلا عليه كمية لايكس كومنتس كتير، طب اللي متاخد شير ليه مش معمول عليه نفس البروباجندا، ومش معمول عليه مع إن محتوى ناس كتير تفاعلت معاه؟ ليه الناس دي تفاعلت مع المحتوى الأصلي ما تفاعلتش معايا أنا، مع إن هي نفس الناس؟ لأن معدل الوصول ليه البوست الاصلي احسن بكتير جدا جدا في الوصول وفي الانتراكت من المحتوى اللي هو متاخد شير. فانت لو انت هتشتغل على الفيسبوك وما تاخدش محتوى شير، تمام، خد المحتوى وابتدي نزله عندك، تمام. بس طبعا ده يعني انا مش بشجع حته ان انا اخد محتوى من عند حد ما اعرفوش عجبني واروح اعمل له بوست عندي، تمام. لو انت هتعمل كده فانت اكتب اسمه تحت او اعمل له منشن او اي حاجه، يعني تمام. طبعا انت ممكن تاخد شير عادي، بس انا بتكلم لو انت تستخدم الاستراتيجي دي، لو انت المفروض بتتعامل مع الشركه بتاعتك وانت المفروض بتنزل عنها بوست، فانت لو خدت البوست ده شير مش هيوصل وهيبقى احسن من ان انت تاخد البوست ده وانت تنزله دايركت بنفسك، انت تنزل البوست ده دايركت بنفسك وتبتدي انت تتعامل مع البوست ده وتبتدي انت تنزل البوست ده من نفسك، تمام. فاحنا لما خلاص هنعتمد على البوستس بتاعتنا ونبتدي ان احنا نشغلها عادي جدا جدا، عادي خد البوست زي ما قلت لك كوبي، ومن الكوبي ده ابتدي ان انت اشتغل عليه ونزله بنفسك، ما تاخدوش شير، تمام. طيب هل بقى الاورجازم ده هو نفس الاورجازم بتاع انستجرام؟ لا خالص، عشان في ناس بتخلط بشكل كبير جدا جدا ما بين الشغل على انستجرام وما بين الشغل على فيسبوك. شغل انستجرام هو اكونت وفيسبوك اكونت تاني خالص، الاثنين بلاتفورمز مختلفه، تمام. انستجرام بالنسبه لفيسبوك هو بليسمنت، مكان سواء انت هتنزل عليه بوست او اي حاجه، فانت لما هتنزل بوست هنا او هنا، لو انت يهمك انستجرام بشكل كبير وباني عليه استراتيجيه كبيره، ما تاخدش هو نفس البوست تنزله هناك. انستجرام رولز مختلفه، انستجرام بيعتمد بشكل كبير جدا جدا حاليا على الريلز، الريلز من الحاجات التقيله جدا جدا جدا، تمام. طيب طب ما هي نفس الالجوريزم بتاعت فيسبوك؟ لا هي ممكن، تمام،
او ممكن ان هنا الريلز مهمه وهنا الريلز مهمه، لان كل البلاتفورمز دلوقتي بتعتمد على استراتيجيه معينه ان هي يبقى عندها شورت فيديوز، زي دلوقتي يوتيوب. دلوقتي يوتيوب بيعتمد بشكل كبير ان هو ينشر الفيديو شورتس، وعمل لها ايكون لوحدها في البار تحت وما الى ذلك، تمام؟ فدي حاجه اصلا عامه على كل البلاتفورمز، بس احنا بنتكلم كانستجرام تعمل معاه بشكل كبير جدا جدا. انستجرام الالجوريزم بتاعته بتعتمد على ان انت تعمل كواليتي عاليه جدا جدا في الصوره، اللي يشوف الصوره تمام. تعالى كده نكتب الكلام ده واقول لك ان انستجرام تمام، انستجرام الصوره مهمه جدا من ناحيه الجوده تمام. الكواليتي بتاعت الصوره لازم تكون كويسه جدا جدا. طيب لو ده من ناحيه الجوده، لازم يكون من ناحيه ايه تاني؟ لما انا بتكلم على ان هو كواليتي، طب انا نزلت صوره كويسه تمام، من ناحيه شد الانتباه تمام، لو انا بتكلم على الصوره، من ناحيه المحتوى نفسه تمام. لازم انا ما احطش صوره تشد انتباه الناس وفي نفس الوقت الصوره دي يعني هي ملهاش علاقة باللي هو محتاجه، ملهاش علاقة الصورة، ملهاش علاقة باللي أنا بعمله. مش مثلا شفت صورة حصل عليها انتراكت عند حد كتير جدا جدا، فأنا دي صورة كويسة فأنا هاخدها عندي وابتدي أنزلها، ملوش علاقة. يعني ده شيء ملوش علاقة إن أنت تشتغل صورة جذابة جدا وبتلفت انتباهي وأحطها وهي ملهاش دعوة بالبراند بتاعي تمام، ملهاش دعوة بالبراند بتاعي. فدي من الحاجات المهمة جدا ان الصورة تكون بتشد الانتباه. كل ما الكواليتي بقت اعلى، كل ما الالجوريزم ظهرتك بشكل احسن، الريلز بتختلف بتظهر 6 مرات احسن من الصورة، الريلز بتظهر 6 مرات احسن من الصورة تمام. الافضل بقى في الريلز تمام، الافضل انها تبقى حقيقية تمام. معدل وصول البوستس الحقيقية والتفاعل عليها بيكون افضل بكتير جدا جدا، وظهورها بيبقى احسن بكتير جدا جدا من ظهور الفيديوز او الريلز اللي هي مصطنعه. يعني مثلا لو انا جبت مثلا بعلن عن منتج، طيب انا لو جبت صوره حلوه جدا جدا للمنتج ده، والمنتج ده المفروض ان انا اشتغلت عليه وبينته بشكل كويس جدا جدا، بس الصوره بتاعتها موكب او صوره عاديه معموله على الفوتوشوب او معموله على الافتر افكت، سوري، على الان ديزاين او اي حاجه ليها علاقه بالديزاين، فهتبقى احسن ولا صوره متصوره؟ لا، الصوره الحقيقيه المتصوره افضل بكتير تمام. فانت لما يكون في صوره حقيقيه متصوره هي بتبقى افضل بكتير جدا 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 من ان انت تشتغل على صوره هي موكب او هي صوره عاديه او هي صوره المفروض ملهاش علاقه، يعني صوره ملهاش مش حقيقيه، هي جاست صوره مرسومه او ايا كان تمام. طيب دلوقتي ايه تاني ممكن ان انا اركز عليه بشكل كبير جدا عشان الالجوريزم؟ انا بحاول ما اقولش نص الالجوريزم نفسه، انا بحاول افهمك الالجوريزم نفسها بما يتفاعل معايا. يعني انت دلوقتي بتفهم، بسهل عليك الامور، مش لازم انا اقول لك الالجوريزم بتقول 1 2 3 4، انا بقول لك النقط اللي تتعامل فيها عشان تتعامل دايركت، عشان تقدر ان انت تتعامل دايركت. ممكن نعمل تحديث على شيت كنا احنا نزلنا قبل كده، شيت بكل القوانين بتاعت الالجوريزم مكتوبه بالعربي ومتظبطه عشان الناس تقدر تقراها وتفهمها، فممكن نبقى ننزلها تاني بالتحديث بتاعها. بس انا محتاج تفهم الكونسبت نفسه، المايند سيت بتاعت البلاتفورم دي عامله ازاي تمام. طيب ايه تاني بنتعامل معاه على الفيسبوك وبقت موجوده بشكل كبير وظهرت في بعض البلاتفورمز واتلغت فيها تاني وما الى ذلك؟ الستوري تمام. الستوري مش بتخش في المنافسه بتاعت التايم لاين تمام، مش ايه بتخش في المنافسه بتاعت التايم لاين تمام. انا دلوقتي التايم لاين بيحصل فيه منافسه،
هل هيظهر المحتوى بتاع اخويا واصحابي، ولا المحتوى بتاع العلامه التجاريه، ولا المحتوى بتاع دلوقتي الريلز، ولا ايه بالظبط؟ الستوري بقى ملهاش علاقه بالقصه دي كلها، اتخانقوا انتوا مع بعض تحت، انا محطوط فوق وبظهر في اول حاجه وماليش علاقه بالايه؟ بظهر بناء على التايم، مين نزل قبل مين الستوري، وخلاص على كده تمام. وانا بتفاعل ملهاش علاقه بالتايم لاين خالص. يعني انا بعض الناس او لما بنيجي نشتغل على الستوري لازم تكون مربوطه بالبوست نفسه. لا، انت ممكن عادي تنزل تعمل اصلا ستوري، والستوري دي تبتدي انت تنزلها وتشتغل عليها، ملهاش علاقه بالتايم لاين. انت ممكن كل يوم تنزل ستوري، ويوم ويوم تنزل ويوم ويوم تنزل صوره على التايم لاين او على البراند بتاعك، او في البراند بتاعك عادي على التايم لاين تمام. فالستوري نفسها تمام مهمه جدا جدا جدا، وده مصدر مهم جدا للانتراكت بتاع الناس، وبيحصل فيه الايموشن. الايموشنز من الحاجات المهمه جدا في الستوري. ما ينفعش ان انت تروح منزل ستوري والستوري دي صامته صامته وقامته كده، ما تفهمش منها اي حاجه. طب الراجل ده لازم تركز جدا جدا في الستوري على انها تثير تعاطف اللي قدامك، لازم يكون فيها شيء من الحب، من الضحك، من الحاجات العاطفيه بشكل كبير. عشان كده دايما تلاقي الستوري هي جنبها ان انت لازم تعمل له واو، تعمل له لايك، تعمل له سمايل، تعمل له اي حاجه، لان الستوري معمول اصلا عشان الناس بتتفاعل معاها بشكل كبير جدا جدا في ايه، في الايموشنز تمام. فانت لما تنزل صوره حاول تخلي الناس كده تحط لهم حاجه يتفاعلوا معاها دايركت، يعني حاجه يتفاعلوا معاها بشكل دايركت، وده ما ياثرش عليك خالص وملوش علاقه تمام. والستوري بتقعد طبعا زي ما احنا عارفين 24 ساعة، فدي من الحاجات المهمة جدا جدا في يعني في الستوري تمام. طب ايه تاني؟ فيسبوك دايما بيركز جدا جدا على الكونتنت اللي معمول عليه تفاعل عندك، ويبقى حابب ان انت تنزل منه بشكل كبير. طب انت المفروض ان انت تشوف ايه بينزل على فيسبوك وبيعمل انتراكت من الناس، وتبتدي تشتغل على نفس البوست دي، تبتدي تشتغل على نفس نوعيه البوست دي. والله انا عندي منافس المفروض ان هو بينزل بوست صور كتير، وانا بنزل صور ما بيحصلش عندي، بس انا نزلت فيديو قبل كده عمل تفاعل كويس جدا. خلاص يا باشا، انت اتعامل مع الفيديوز، انت شوف ايه اللي بيحصل منه انتراكت وابتدي تشتغل عليه. شوف الناس اللي عندك بيحصل عندها ايه وابتدي اشتغل على ده. الناس بتتفاعل معاك على ايه؟ الناس معلماك بايه وعارفاك في ايه؟ فبعض الناس بتشتغل على الكونتنت بتاعها وعلى الشغل بتاع التايم لاين بتاعها والبوستس بتاعتها وما الى ذلك على فيسبوك بناء على اللي بيحصل حواليها. ده مش صح خالص. انت ممكن تشوف الحاجات اللي طالعه ترند، لو بتتماشى معاك ممكن تخش فيها تمام، بس انت مش لازما تشتغل على ده. لا، من اول 2019 كده الفيسبوك الالجوريزم بتاعت الحته دي اتغيرت، دايما دايما هو بيظهر او بيركز اكتر في التايم لاين على الحاجه بتاعت اصدقائك زي ما احنا قلنا، وفي نفس الوقت اللي عليها انتراكت، اللي بيحصل عليها انجيجمنت كتير. البوست ده نزل عند من عندك قبل كده وحصل على الانتراكت، فيبتدي يوصله اكتر. طب هو بيفهم نوعيه البوست، هو بيفهم نوعيه البوست، سواء انت بتنزل التايبس اوف بوستز مختلفه او بتنزل بوستز من نوعيه معينه. يعني مثلا انا هو عارف ان انت دايما دايما بتكتب مثلا عن او مثلا مثلا ندى مثلا تمام. لو في بنت نفترض اسمها ندى، هي بتنزل بوستز دايما دايما عن القطه بتاعتها او الكلب بتاعها، فهو عارف وفاهم ان دايما البوستس بتاعت النوعيه دي هي اللي بتنزل عندك او هي لما بتنزلها بيحصل عليها انتراكت، فبالتالي بيحصل عليها انتراكشنز كتير جدا جدا جدا، فبالتالي بتوصل بشكل اسرع تمام. طيب ايه تاني ممكن تفكر فيه، او ايه تاني ممكن تشتغل عليه وانت بتبني الكونتنت بتاعك بما يتناسب مع فكره الالجوريزم نفسها و الفكره بتاع تفاعل الناس؟ انا امتى اشتغل على الفيسبوك علشان يحصل تفاعل
عشان ابتدي ان انا اشتغل اوصل وابقى في اولويات الناس، وابتدي ان انا اكون ضايف طابع ليا. الحاجات الكويسه جدا جدا اللي بيميزها برضو الالجوريزم بتاع فيسبوك، سواء انت بيرسونال او انت براند، سواء انت بيرسونال بيتكلم كشخص او انت بتتكلم كبراند. طب هل ده بيفرق بشكل كبير؟ زي ما احنا قلنا بيفرق، يعني ده على مستوى الصفحات. يعني انت دلوقتي لو انت بتتكلم كبراند كبيرسونال، ولا مش بتكلم كاكاونت دلوقتي خالص، انا بتكلم كبيرسونال براندنج او كبراند معروف، تمام؟ هل انا المفروض ان انا لما انزل بوستس بتفرق معايا سواء انا بيرسونال او شخص؟ اه بتفرق. لو انت اشتغلت بيرسونال بتفرق وبتظهر عن ان انت براند. طب هو ليه فيسبوك دايما بيشتغل على كده؟ كل ما كنت انت ميال للبيرسونال اكتر، كل ما انت بنت اكتر، عشان سببين. اول حاجه ان تفاعل الناس اصلا مع العلامات التجاريه، هو في العادي لو انا فتحت فيسبوك ولقيت براندات وكل الناس بتتكلم عن منتجاتها، انا مش هتفاعل مع حاجه، تمام؟ لان مفيش حاجه هتبقى شداني ان انا افضل موجود في ايه، في البلاتفورم دي. وفيسبوك دايما بيركز على ان انت اكتر وقت ممكن. في ناس شغلها كده، ناس قاعده شغاله ان هي ازاي تخليك اكتر وقت ممكن قاعد على الجهاز بتاعك. طب انا كماركتير، انا في النص، انا ما بين البلاتفورم وما بين اليوزر العادي، تمام؟ فانا المفروض ان انا هعمل ايه؟ المفروض ان انا احاول اشتغل على حاجات كتير عشان اتوافق مع الالجوريزم واوصل لعدد اكبر من مستخدمين الفيسبوك نفسه. طيب هل انت المفروض الالجوريزم دي لما بتتعامل معاها وبتبتدي تعدل المحتوى بتاعك ومتوافق مع الالجوريزم والكلام ده، هل المفروض ان انا بيظهر النتيجه بتاعتي دايركت؟ لا خالص، انت بيظهر النتيجه بتاعتها بشكل تدريجي، وبيبتدي يتحول التفاعل عندك بشكل تدريجي مش بشكل تحويلي مره واحده. يعني مش هينفع ان انا النهارده غيرت طريقه المحتوى بتاعتي بتتناسب مع الالجوريزم وتقدر تخدم اكبر عدد من الناس ويحصل عليها انتراكت، بس انا عملت ده ونزلت بوست النهارده وامبارح ما حصلش حاجه. لا، هي الناس اصلا مش متعوده منك على كده، ولا الالجوريزم فهماك كده، تمام؟ الالجوريزم لسه مش فاهماك، لسه بتتعلم انت اصلا بتعمل ايه او انت بتاع ايه، تمام؟ كل ما كان انت بتطور في ده مع الوقت او على اللونج تيرم هتفرق معاك. طب ايه تاني ممكن تفكر فيه؟ الجزء بتاع البوستس القديمه، تمام؟ بعض الناس بتيجي تعمل ايه؟ والله انا المفروض هغير الاستراتيجيه بتاعتي، فيلا امسح كل البوستس القديمه وتعالى يلا نعمل بوستس جديده، تمام؟ وتشيل كل البوستس القديمه دي خالص، مفيش حاجه اسمها كده، تمام؟ انت ممكن تحول ده بشكل تدريجي، لان هنا انت هتعيد نفسك من الاول تاني ان انت صباح الخير يا فيسبوك، انا لسه براند جديد ولسه هشتغل معاك، فانت يعتبر بتبني من الاول، فانت ما بتعملش كده خالص، تمام؟ بعض البراندز لما بتيجي تعمل ريبراند لنفسها بلاقيه يقول ايه، خلاص احنا هنلغي الصفحه دي خالص، تمام؟ ونبتدي نفتح صفحه جديده ونبتدي بقى نشتغل على نظيف. انت مش بتشتغل على نظيف، انت بتشتغل على ما فيش كده، تمام؟ فانت ما ينفعش ان انت تعمل ده. الاولجراز هنا بتشوفك ان انت لسه حد جديد، فمش هتوصلك بشكل كبير. زي بالظبط كده لو انت لسه بتلعب جديد، لسه لعيب جديد بتنزل تلعب كوره مثلا، فمش معقوله هتنزل تلعب كل الماتش كله فاحنا نضيع، لا، فانت محتاج تاخد حته في حته، تاخد دقيقه في دقيقه دقيقه في دقيقه. فهو نفس الفكره، هينزلك على التايم لاين بس مش لكل الناس، حتى لو الناس دي مهتمه بيك، لان اصلا لسه ما حصلتش انتراكشنز معاك، لسه ما فيش اي تفاعل، لسه الناس مش عارفاك، الكلام ده كله. فانت هتمبروف ده عشان تعمله، لازم بقى تشتغل ايه؟ اعلانات، تمام؟ لازم تشتغل ايه؟ بالاعلانات. فانت ما ينفعش تعمل ده، تمام؟ لازم تخلي بالك بشكل كبير جدا ان انت لو هتريبراند نفسك او هتشتغل الالجوريزم، هتشوف ان انت لسه حد بتبتدي، وخاصه على انستجرام على فكره. يعني خاصه على انستجرام، لو انت جيت على انستجرام، احنا على انستجرام هنتكلم لسه في حته التمبلت. لو انت على انستجرام وبتغير التمبلت بتاعتك، تمام؟ الديزاينز بتاعتك بتكون مركبه بشكل مظبوط،
هنا المفروض ان انت عشان الناس تبني التمبلت دي بتبتدي تعمل ايه؟ خلاص احنا نمسح كل اللي على فيسبوك ونبتدي نرتب التمبلت بتاعتنا واحده واحده، وعشان اللي يخش الاكونت عندنا يلاقينا منظمين يشوف ان احنا براند جامد جدا. حلو، انت اصلا اليوزر مش هيخش عندك لانه مش هيشوفك بما انك مسحت كل البوستس، فانت كده حضرتك كل الناس اصلا كل البوست اللي انت هتنزلها مش هتوصل لعدد كبير اصلا من الناس، تمام؟ فدي من الحاجات المهمه جدا جدا، تمام؟ اللي انت لازم تخلي بالك منها تشتغل عليها لما تيجي تشتغل على الانستجرام وتبني تمبلت بشكل جديد، او تبني تبني البلاتفورم بتاعتك من الاول، ما تقعدش تروح مسح كل اللي فات. لا، انت لازم تتابع التغييرات وتقيم نفسك وتأهل نفسك عليها، بس ما تمسحش كل اللي فات وتبتدي تشتغل على حاجات جديده، تمام؟ حاجه كمان، حاول تكون مع الاولوجرام او مع البلاتفورم بتتعامل بشكل آدمي، وتتعامل بشكل واضح، تتعامل بشكل آدمي، بشكل آدمي وبشكل واضح. يعني ايه بشكل آدمي واضح؟ يعني كل ما كان البوستس بتاعتك، او كل ما كان المحتوى اللي انت بتنزله مفهوم اكتر وكان صريح اكتر، كل ما كان وصوله اكتر. يعني انا دلوقتي لو انت منزل بوست مش مفهوم منه اي حاجه، تمام؟ الناس مش هتتفاعل معاك، انا مش فاهم اصلا الراجل ده بيتكلم في ايه. فهنا الاولوجرام هتشوف ان المحتوى بتاعك ده الكواليتي بتاعته ضايعه، فمش هتظهرك، تمام؟ طب انا نزلت صور، الصور دي مشوشه، الصوره دي مش حلوه خالص، فاوريدي الناس مش هتاخد عنها انطباع كويس، والاولوجرام برضو مش هتاخد عنه انطباع كويس، تمام؟ فحاول على قد ما تقدر ان انت تكون، انا بتكلم بشكل واضح مفهوم للناس، هل الناس اللي هتقرا ده هتفهمه؟ هتتفاعل معاه، فاذا الجرازم هتبتدي تطورني اكتر. حاجه كمان، لما تيجي تنزل بوستس راقب المحتوى اول 15 دقيقه، تمام؟ اول ما تلاقي المحتوى، تمام، خلينا كده نعدل الكلام، راقب المحتوى لمده 15 دقيقه، المحتوى اللي انت نزلته ده في اول 15 دقيقه بدا ياخد رياكت والناس بدات تتفاعل معاه، اذا المحتوى ده كويس، تمام؟ عدى ربع ساعه ومحدش بص عليك اصلا، مفيش اي رياكت، اعرف ان المحتوى ده خلاص. حتى لو هو كويس ومحدش عمل عليه رياكت، فانت هنا الالجوريثم اصلا مش هتبينك بعد الربع ساعه دي، تمام؟ لان اصلا محدش عمل معاك تفاعل في اول ربع ساعه، فاوريدي لما هيظهر ده لناس تانيه فاوريدي الناس مش هتاخد رياكت، فاذا مش هيحصل تفاعل، فاذا الناس مش هتقعد بشكل كبير، تمام؟ ايه تاني؟ الاوقات مهمه، مهمه جدا، تمام؟ الاوقات مهمه جدا، دي من الحاجات اللي ناس كتير بتغفل عنها. انت لازم تخلي بالك جد كويس انت بتنزل في انهي وقت، وانهي افضل وقت الناس بتتفاعل معاه. طيب هل افضل وقت ده بيبقى عند كل الناس؟ يعني مثلا ساعات كده تلاقي تقرير نازل افضل وقت اللي تنزل فيه بوستس على فيسبوك في 2022. هو انا يعني ممكن دي تاخدها يعني تاخد الكلام ده مني، والله اعلم ده صح ولا لا، بس ده اللي بيحصل معايا انا مع كل البراندز اللي بشتغل معاها. لو في وقت معين معروف ان الوقت ده احسن وقت بننزل فيه وبننزل فيه بوستس، ممكن ما يجيب معانا وممكن لا. طيب لو احنا اشتغلنا بقى بطريقه تانية، ودي الطريقه اللي انا برجحها، ان احنا نعمل تيست مره واثنين وثلاثه على مدار شهرين وثلاثه واربعه، ننزل بوستس في اوقات مختلفه، هتلاقي ان البوستس دي بيحصل عليها تفاعل بشكل كبير، وهتلاحظ ان في وقتين مختلفين هم دول اللي بيحصل عليهم تفاعل بشكل كبير جدا جدا. طيب تعالى مثلا ناخد مثال كده، لو انت دخلت على الاكونت عندي بيرسونال هتلاقيني بنزل بوستس الساعه 3 الفجر، هتلاقي في بوستس بتنزل الساعه 2 الفجر والساعه 3 الفجر. طب هو في ناس اصلا موجوده الساعه 2 الفجر والساعه 3 الفجر؟ عايز اقول لك ان ده افضل وقت بينزل فيه عندي بوستس في الماركتنج، تمام؟ طب ليه هو ده افضل وقت بيحصل عليه تفاعل على البوستس عندي والناس بتشوفه؟ طب ليه؟ اولا
او بناء على تحليلي، وده ممكن يبقى صح وده ممكن يبقى غلط، بس دي الاوقات اللي بتجيب معايا نتائج، ممكن ما تجيبش معاك على فكره، عشان لو انت جربتها ممكن تجيب معاك يعني الله اعلم. الناس بيبقى لسه الكومبيتيتورز عندي او الناس اللي بيتكلموا في نفس المواضيع عندي ما بينزلوش في الاوقات دي، فاريد انا ببقى موجود لوحدي. دي اول نقطه. تاني نقطه، ان الناس اول ما بتصحى، كتير جدا جدا من الناس اول ما بيبتدي يصحى اللي هو اصلا على الساعه 6 مثلا، تمام، غير الناس اللي اصلا كانت صاحيه الفجر بدات تتفاعل مع البوست، فتحت فيسبوك وشافت البوست اول حاجه قدامها فدت رياكت عليه، فاوريدي البوست بدا يظهر، فاوريدي بدا البوست يعلى. كل الناس 6 الصبح بتلاقيها فاتحه الموبايل بتبص على الموبايل، ها يعني عشان يفوق كده، اول ما بيصحى بيمسك الموبايل كده يفتح فيسبوك شويه مش عارف ايه لحد ما يقوم، تمام. دي عاده وده سلوك بتاع ناس كتير جدا جدا، ويمكن ده سلوك الناس اللي عندي، ويمكن ده يكون سلوك عام على كل الناس، وممكن ده يكون اللي انا بقوله ده هب وغلط. انا الحته دي تحديدا بقول لك على تجربه من ارض الواقع، على حته مقياس الوقت، لكن فعليا هو لازم تختار الوقت المناسب، دي الحاجه الاكيده، ان الوقت بيفرق جدا جدا، دي الحاجه الاكيده اللي من الاولوجرازم. بحكي لك بقى الناحيه الثانيه التجربه بتاعتي علشان يمكن تفيدك. فانت ومش بقول لك نزل الفجر، بقول لك نزل في الاوقات اللي بيحصل فيها انتراكت من الناس، نزل في الاوقات اللي بيحصل فيها انتراكت من الناس، نزل الكونتنت اللي بيحصل عليه تفاعل، نزل الكونتنت اللي بيحصل عليه تفاعل، تمام. طيب فالوقت مهم جدا جدا، الكونتنت في اول ربع ساعه لازم تراقبه تشوف ايه اللي بيحصل فيه، لازم تنزل الكونتنت بتاعك بشكل ادمي وواضح عشان الالجوريزم تقدر تفهمه بشكل كبير، فتقدر ان هي تساعدك ان انت توصل. الافضل ان الصور تكون طبعا على انستجرام حقيقيه ومتصوره، وكذلك فيسبوك. المحتوى نفسه لازم أن يكون بيشد الانتباه ويكون ريليتد بيك، تمام، المحتوى يكون متعلق باللي انت بتحكيه في البراند، تمام. طيب لازما ايه تاني يحصل؟ لازما بشكل مهم جدا جدا تتفاعل مع الناس في اول 10 دقائق، تمام. دلوقتي الناس بدات تتفاعل معاك في, في, في اول ما البوست ينزل، بدات تعمل كومنتس وما الى ذلك، لازم ترد على الناس في اول 10 دقائق. ليه بقى؟ تعالى كده نشوف الاولوجرازم، لو انت لو هي شافت، لو الاولوجرازم دي شافت ان انت المفروض بتنزل البوستس والناس بتعمل كومنتس عندك وانت مش بتتفاعل مع الناس، فاوريدي التفاعل رايح جاي مش مظبوط، انت مش بترد على الناس، فاوريدي الناس هتبتدي تقل في التفاعل معاك. الاصل في الاولوجرازم، الاصل في الاولوجرازم ان هي بتتهيأ عشان الناس تتفاعل وتقعد وقت اطول، والاصل عندك ان انت محتاج الناس تقعد عندك وقت اطول، فانت والاولوجرازم بتسعوا لحاجه واحده، فانت حاول تفهم الالجوريزم بترجح ايه بما يتناسب مع شغل الناس او تفاعل الناس او اليوزر اكسبيرينس نفسها، وابتدي انت تشتغل عليه. عشان كده ليه فيسبوك بتبتدي تحدث في الواجهه بتاعتها او على مدار فترات؟ عشان بتعلي من اليو اكس، اليوزر اكسبيرينس بتاعتها. فانت حاول ان انت تتفاعل في اول 10 دقائق في الرد مع الناس، ما ينفعش ان انت الناس تبعت وانت ما تردش عليها، فالبوست هتلاقي البوست بيموت منك، تمام. فانت التفاعل مع الناس وان انت ترد عليهم لازما ان انت بتساعد الالجوريزم تفهم مدى العلاقه ما بينك وبين اليوزر. لو الالجوريزم فهمت ان انت في علاقه كبيره ما بينك وما بين اليوزر، تمام، هيبني معاك عدد فولورز كتير، وهيبني معاك بشكل كبير جدا جدا، لان ده هيفرق معاك بشكل كبير. طيب دي كل الحاجات المهمه اللي لازم تخلي بالك منها في شغل الالجوريزم والتفاعل مع الالجوريزم نفسه. طيب هل انت المفروض الكونتنت بتاعك، لو انا واخد كونتنت والمفروض ان انا الكونتنت ده واخده من عند حد ونزلته، هل ده بيبان؟ يعني هل ده بيكون معروف ان الكونتنت اوريجينال؟ انت لازما تكتب كونتنت اوريجينال، دي اول حاجه، ده نظرا للمصداقيه وما الى ذلك. تاني حاجه، لازم ان الكونتنت بتاعك بتفضل الالجوريزم او اليوزر بيفضلوا الستوري بشكل كبير، مش الستوري اقصد التايبس اوف كونتنت بتاعك، لا انا اقصد كتابه التكست نفسك، تمام. الناس بتحب
يعني هوب سبوت كان منزل كده بيقول ان اكتر من 46، يعني اكتر من 46 من العلامات، 46% من العلامات التجارية بتنزل الشغل بتاعها على انه ستوري، تمام؟ ولما بتنزل الستوري بتاعتها بتحكي قصة العميل، بتحكي قصة المنتج، بتحكي اي قصة، بيخلق تفاعل بشكل كبير، فده بيدي انطباع للالجوريزم ان انت عندك محتوى تفاعلي بشكل كبير، فيبتدي انت تظهر بشكل كبير. فنصيحة، لو انت براند بيبدأ او براند بيبني بيعمل ريبراند او لسه هتعمل حتى كونتنت جديد، اكتب للناس على اساس القصة، تمام؟ الناس بتحب جدا 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 القصص، تمام؟ فما ينفعش ما تروحش انت تكتب بوينت، تمام؟ فالناس بتحب القصص وتقراها افضل بكتير جدا جدا، وده هيساعدك مع الالجوريزم بشكل كبير جدا جدا في ان انت تشتغل على التايم لاين بشكل كبير. عايز تظهر في التايم لاين بمحتوى كواليتي، اول حاجه في معيار الكونتنت زي ما بوضح لك، ان انت تبني كقصه تفهم الناس ان انت بتقدمها. يعني مش هينفع ان انت تروح تقول له والله منتج واحد اتنين تلاته وبيعمل مثلا بيقعد معاك وقت اطول، البطاريه ما بتخلص، مش عارف ايه الكلام. لا، طب تعالى كده احكي له قصه، قول له انا النهارده رحت اشتغل بره الشركه وقعدت مثلا قابلت 3 شخصيات مختلفه في 3 اماكن مختلفه، اللابتوب فضل شغال معايا 24 ساعه ما اتصلش مني. هنا هو وصلت له الفكره، بدا يتفاعل معاك، بدا يفهم بتاع الجزء اللي انت بتتكلم فيه، بدا يبني لويالتي معاك بشكل كبير، تمام؟ بدا يبني لويالتي معاك بشكل كبير. طيب الشورت فيديو زي ما قلنا مهم جدا جدا جدا، ودي الحاجات المهمه جدا. وحاول على قد ما تقدر تتابع الوقت، طبيعه الكونتنت، التفاعل بتاع الناس، الكواليتي بتاعت الكونتنت بتاعك، طريقه الشغل على اكتر من تايبس اوف بوستس، اكتر جروبس، في صفحات، مش عارف ايه الكلام ده كله. كل الحاجات دي كلها هتفرق معاك بشكل كبير، يعني هتفرق معاك جدا. يعني انت لما تيجي تشتغل على الحاجات دي هتلاقيها فارقه معاك بشكل كبير، ودي هتلاقيها من الحاجات اللي هتساعدك بشكل كبير جدا ان انت تفهم طبيعه الالجوريزم بتاعت فيسبوك، هتفهم طبيعه الالجوريزم بتاعت فيسبوك، وهتوفر معاك كتير جدا جدا في طريقه الشغل وطريقه المعامله مع ايه الالجوريزم، تمام؟ طيب خلينا كده نشوف لو في مثلا حد باعت لو حد باعت سؤال او حاجه علشان عشان نشوف الدنيا فيها ايه ونبتدي نتناقش بقى كده. انا متضايق جدا ان بصراحه الشات الصوت مش سامعكم، بس يعني هنشوف يعني المشكلة دي فيها ايه، يعني هنشوف كده، هنبتدي نشوف الموضوع فيه ايه. تعال كده نتكلم بقى شوية ونشوف كده الناس بتقول ايه. انا هقفل الشاي سكرين ونبتدي ايه نشوف ايه الايه. طيب هناخد الأسئلة واحدة واحدة، واللي عنده حاجة يحطها في الشات وان شاء الله نبتدي. ولو حد حب يتكلم يتكلم، لو سمعته خير وبركه، ما سمعتش مش عارف بصراحه المشكله فين، بس خلينا نشوف الصوت. تمام. حد فتح المايك خلي الناس تتكلم، كلنا سامعينك الحمد لله. ياه، في ناس كتير بتساعدنا الحمد لله. مقاطع الريلز ليها نسبه ظهور عاليه جدا، فعلا مقاطع الريلز ليها نسبه ظهور عاليه. الاكونت اللي هيتعمل للسيلز ده باسم الشركه برضو ولا كانه اكونت شخصي عادي للسيلز؟ الاكونت اللي هيتعمل للشركه على حسب هو بيتعمل لمين. هنا في نقطه مهمه جدا جدا ملهاش دعوه بالالجوريز، هي ليها دعوه بالسكيورتي. انا لو هعمل اكونت باسم الشركه، فهل الشخص اللي انا هعمل له الاكونت ده هو مؤهل انه يشيل اسم الشركه على الاكونت ويتعامل بيه ولا مش مؤهل؟ والافضل دايما انه يكون بيرسونال عادي جدا جدا. يعني انا اسمي محمود، اعمل اكونت عادي اسمه محمود وانا شغال سيلز مثلا في شركه كذا، او شغال ماركتنج في شركه كذا، وابتدي يتعامل على اساس ده.
تمام. طب الاكونت اللي هيتعمل ويعمل سجست، الاكونت اللي هيتعمل ويعمل سجست على حسب الاستراتيجيه اللي انت بتتبعها، ممكن يكون اكونت باسم الشركه، وده بيبقى موضوع صريح، انا بقول للناس انا او بقول للجروبس للناس يا جماعه انا موجود وممكن تتعاملوا معايا بشكل صريح، لو حد محتاج مساعده انا ممكن اكون موجود. ممكن يكون باسم شخص، انا شغال في شركه كذا وده هيساعد على المصداقيه بشكل كبير، هو فاهم هو بيتعامل مع محمد وشغال في شكل كذا ودي صورته، فهياخد مصداقيه بشكل كبير فيشجع الاودينس ان هم يتعاملوا معاك. تمام. ممكن بقى في حاجه ثالثه خالص، ان هو اكونت ملوش علاقه بالشركه خالص، دي مثلا محمد وشغال مثلا في العقارات، وهو اصلا شغال في شركه مواتير وفي جروبات المواتير، ولما حد بيخش يسال اه يا جماعه انا جبت الموتور ده عندي في البيت وكويس جدا، فالناس بتاخده على انه حد ثقه وبتبتدي ان هي تتعامل على ان ده يوزر اودينس زيه زيها وبتبتدي تتعامل معاه. في بعض الناس بتستخدم ده وبعض الناس بتستخدم ده وبعض الناس بتستخدم ده على حسب انا هعمل ايه بالظبط، والاكونت بتاعي او الاستراتيجي اللي انا بشتغل عليها هي ايه بالظبط. ايه تاني؟ خلينا كده نشوف تاني. الاكونت هيتعمل المفروض باسم السيلز، والبيرسونال يتعمل له بروباجندا. ما هو بص، البيرسونال لو اتعمل له بروباجندا وبقى بيرسونال براندنج، اتاكد 100%، عشان كده بقول لك اتاكد 100% ان انت هتروح في حته تانيه، هتلاقي الشخص اللي معاك ده ممكن يكون يسيب الشركه ويروح يشتغل مع نفسه. تمام. ولو انت واثق فيه خلاص تمام، ولو هو عايز يروح يشتغل مع نفسه جاي، بس مش باسم الشركه، او يعني ما تقومش على حساب الشركه. تمام. او لو انت بيرسونال براند في حته ثانيه خلاص، دي مالهاش خلاص، احنا مثلا شركه عربيات وده عامل لنفسه بيرسونال براند مثلا في الحسابات، خلاص تمام. فعلى حسب. واحده من المواقف اللي كانت حاصله قبل كده، شركه من الشركات كنت شغال معاها، كان في دايما مشكله لما رحت ان الناس شغاله باكونتات بيرسونال. طب يا جماعه مش هينفع الناس تشتغل باكونت بيرسونال، يا جماعه ده مش صح، مش هينفع الناس تشتغل باكونت بيرسونال. المهم بعد كده اتضح ان الناس دي كنا على حق فعلا، بتبتدي تاخد العملاء وتوزع العملاء على حسب الشركه اللي هم هتاخد منهم كوميشن احسن. اوريدي هو قاعد في شركه وتحت التكييف بالمروحه بالاجهزه وبيشتغل وبياخد مرتب، وفي نفس الوقت هو لما بيجيب العميل باكونته الشخصي بيبتدي يوزعه على حسب هل الشركه اللي هو شغال معاها وهو موجود في المكتب بتاعه، ولا بيوزعه على اي شركه تانية على حسب لو في شركه تانية بيشتغل لها من تحت لتحت. فدي كانت حاجه كارثيه يعني. تمام. فيعني بلاش يعني بلاش يعني دي بيبقى فيها مخاطره كبيره جدا باسم الشركه وباسم البراند وبشغل البراند وما الى ذلك. تمام. ايه تاني؟ تقدر من خلال الانسايت الخاصه بالبيج تعرف الوقت المتابعين بتوع فاتحين امتى فين بالظبط. هو ده صح. تمام. بس عايز اقول لك ان هو اوقات مش بيدي النتائج مظبوطه، يعني احنا اعتمدنا عليه قبل كده كذا مره بس النتائج بتاعته في الضياع، مش عارف كذا مره، لكن بالتيست نفسه بتفرق كتير. فانت ممكن تعتمد على الارقام بشكل اولي وتبني عليها شغل. والله حضرتك عامل لنا ميوت okay. جميعا تمام. ما جابتش نتيجه يعني حاول تشوف يعني حاجه تانية. تمام. عاش جدا جدا، شكرا ليكي جدا جدا يا مروه. ميشي مين تاني؟ استاذنكم بس اعرف ممكن تكون محاضره متاحه امتى على اليوتيوب عشان في جزء فاتني، هتكون ان شاء الله خلال الاسبوع، هو ماكسيمم الثلاث. تمام. ولما بتنزل يوتيوب برضو بننزل على الجروب وبنزل على الاكونت الشخصي وعلى لينكد عن كل حاجه ان المحاضره يا جماعه او الميتنج ده على يوتيوب. اوكي. لو براند بدا بس وقف لفتره فما فيش كونتنت بينزل ولا تفاعل بينه وبين الاودينس، فازاي يرجع التفاعل تاني من اول وجديد؟ هل يبدا اكنه براند جديد؟ لا عادي، كملي عادي يا ندى، ابتدي اعملي استراتيجي تجذبي بيها الناس، اوفر الناس اللي فاتحه المايك يا جماعه بعد اذنكم، انا عشان الصوت يعني مش عندي شغال، تعملوا كده. ميوت فور اول. يس. تمام. طيب هل بينه وبين بص، كنا بنقول يا ندى، كنا بنقول ان انت لو الاودينس نفسهم، ابتدي شوفي، ابتدي ابني معاهم ريليشن من الاول. هل الناس دي هتحتاج ان انا اعمل اويرنس عني من الاول؟ ممكن اعمل اويرنس
ببنفيتس معينه، وابتدي اكذبي ليك الناس، اعملي كومبيتيشن مش عارف ايه، وابتدي انتشري من اول وجديد عادي جدا. ابتدي تدخلي على الاودينس، يا جماعه احنا رجعنا تاني باوفر جديد، او رجعنا تاني بميزه جديده وما الى ذلك. ليه؟ خش على الناس اللي لفت انتباههم، تمام؟ الدخل هتفرق بشكل كبير جدا. وانزلي كملي عادي، وما سيبك يعني اللي فات ده اعتبريه فتره استقطاع عادي، كملي عليه، ما تبتديش من الاول، تمام؟ لو انا براند، هل المنشورات بتاعتي على الصفحه بتوصل اقل من المنشور لو عملت جروب للبراند ده؟ اه بتوصل اقل، تمام؟ وفي نفس الوقت بيعتمد على نوعيه الكونتنت برضه. البوستز بتاعت البيجز بتوصل لعدد اقل من ان انت بتشتغل على الجروب. وكمان هقول لك على حاجه، لو انت عملت جروب، ما تروحش تعمل جروب وتنزل على الجروب باسم البيج، لا، نزل على الجروب باكونت بيرسونال. لو نزلت على باكونت البيج هتلاقي الوصول اقل بكتير من ان انت بتوصل باكونت. فحته الاكونت دي بتفرق كتير جدا جدا. فانت هتستخدم اكونت عادي جدا جدا، وابتدي اتعامل عليه على الجروب، اوكي؟ يعني انت مثلا ولنفترض عامل جروب للعملاء، ابتدي تتعامل مع العملاء دايركت باكونتك عادي جدا، يا جماعه انا مدير الشركه، تمام؟ وابتدي تتعامل مع الناس. الناس عايز اقول لك هتبني معاك ولاء ابن لذينه، وهتتفاعل معاك بشكل كبير، حتى لو البوست انت منزل بيه صباح الخير انا وصلت الشركه، تمام؟ انما بقى لو نزلت باسم البراند، فانت مش هتكسر الحيطه اللي ما بينك وما بين الاودينس، وفي نفس الوقت في نفس الوقت انت معدل وصولك كاولوجرازم مش هيبقى احسن حاجه، تمام؟ الناس بتقول مش سامع كويس في المايك، انا مش عارف. طب انتوا كده سامعيني؟ مش سامعين يا مستر صوت في دوش. انا والله قفلت الصوت عند الناس. يعني مين طيب اللي فاتح المايك؟ خلينا كده نشوف. هو تقريبا ميرنا تقريبا، مش عارف ميرنا. لا بص انا عملته ميوت فور الاور علشان محدش يفتح المايك، او ميرنا اصلا ما عندهاش مايك، تمام؟ طيب هو كده تقريبا في ناس خلاص قفلت المايك، تمام؟ طيب ايه تاني؟ خلينا نقول، تمام. طب هل في حاجه، انا خليني تمام، خلينا كده نشوف بقيت. تمام انتوا طب اللي فاتكو ايه، او لو في يعني اللي فاتوا حاجه يحطها في الشات. لو بوست على عليه تفاعل لاني مش هيقراه كتير، ينطبق عليه اني اعمل له دبلكيت؟ مش هيقراه كتير، لا عادي، ما ينطبقش عليه انه دبلكيت عادي جدا، تمام؟ لو اكونت الاعلان بديره من صفحه شخصيه، ده بيفرق. اكونت الاعلان يعني ايه؟ اكونت الاعلان بديره من صفحه شخصيه، دي انا مش فاهم يعني ايه اكونت اعلان بنديره من صفحه شخصيه، دي انا مش فاهم، مش فاهم يعني ايه اكونت اعلان بنديره من... هو الاكونت الاعلاني بنديره من البيزنس اكونت، والبيزنس اكونت بنعمل عليه لوجن بالبيرسونال اكونت، تمام؟ ده الطبيعي. انما السؤال انا مش فاهمه لحد ما، تمام؟ دلوقتي سامعين؟ ايوه كان وقتها مستر، ماشي. الكلام ده كله من شويه، ماشي. انا كنت مطبقه نفس نظريه شركه السفر، وكان في نتائج هايله، بس للانستجرام الهاشتاج اختار اكبر عدد تفاعل واعرف اكتر انتندات، اكونت اعلان اد مانجر، تمام؟ هو فعلا يعني الحته مهمه جدا في انستجرام طبعا، موضوع الهاشتاجز، تمام؟ واستخدموا طبعا التولز بتاعت الهاشتاجز، مهمه جدا. في هاشتاج اكسبرت، وفي برضو هاشتاج اكتب لكم اسمه اكسبرت، تمام؟ وفي برضو تمام، خلينا كده، تمام، هاشتاج اكسبرت ده، وهاشتاج فور اول برضو، يعني هاشتاج فور اول من الحاجات المهمه جدا. هاشتاج تاج فور اول من برضو الحاجات المهمه جدا في الهاشتاج. فدول من التولز كويسه جدا جدا لو انتوا عايزين تستخدموها هاشتاج. طيب كنت بعمل اعلان، ثواني كده، في بيرس. كنت بعمل اعلان الاول من الاكونت الشخصي، ده صح ولا افضل يبقى اكونت مستقل عشان يبقى حمايه الاكونت الشخصي؟ بصي، هو لو انت بتعملي اعلانات من اكونتك الشخصي فده
من وجهة نظري هو افضل. ليه بقى؟ لان لو اكونت معمول لوحده علشان يبتدي ان هو يشتغل اعلانات، فيسبوك مش هتديك التراست الكامل ان انا اكونت شخص فعلا بيعمل اعلان، هتلاقي اكونت عادي جدا، او تجيبي اكونت وتعملي يكون قديم عندك وتبتدي تربطيه وتشتغليه بس كاعلانات، مفيش مشكله، بس حاولي تشغلي البيرسونال اكونت ده عادي، تنزلي عليه بوستز، تعملي ان انت مسافره من الصومال للهند، يعني انت فاهمه، تشغلي الاكونت على انه عادي، تمام، علشان الدنيا تبقى فيه، علشان الدنيا فيه تبقى مظبوطه يعني، تمام. طيب ايه تاني المفروض نعمله؟ تعال كده. طب مع عميلي اطلب منه يعمل اكونت شخصي ويرفع بوستات في الجروب من عنده، مع العلم ان المفروض مسؤول عن اداره ونشر المحتوى عنده. عادي جدا، اي حاجه ما دام انا شغال معاك ماركتنج، اعرف ان انا شريك ليك، تمام، فانت تديني اكونتك وتديني اكونت الشركه وتديني كل حاجه وبتدي وتحمل انت. يعني انا مش عارف مين اللي بيسال، مش عارف مين. مش المفروض يعني تتعامل مع الماركتنج، مع صاحب البيزنس، لا اديني وانا اعمل، انا اديني اكونت اتعامل معاه، او انا اعمل كرييت اكونت واتعامل معاه، تمام، لان هتلاقي بقى صاحب الشغل بيتكلم بلغه غريبه، لغه عربيه فصحى، مش عارف ايه، مش هيفهم بقى ان هو يتكلم الناس بالفويس تون ويتعامل مع الناس فريندلي والقصص دي، وهتلاقي حوارات. فلا انا اعمل اكونت وابتدي اتعامل بيه، او اعمل بيرسونال اكونت الراجل ده واعمل له اكونت منفصل تماما وابتدي اهله ان هو يبقى بيرسونال براندنج، تمام، لانه مش هيفهم هو يعني ايه بيرسونال براندنج والكلام ده. فالافضل من غير ما نخش في مواضيع، او عشان ما تخشش في مواضيع، شيل انت الليله كلها، تمام. طيب ايه تاني؟ اصل فعلا صارف كتير من اكونت الشخصي، فقلت حرام كل ده يضيع. ما كمل لا كمل يا عبد الرحمن، عادي من اكونتك الشخصي عادي جدا. عايزك بس انا مش فاهمه الهاشتاج بتكون فايه، فايدتها ايه الهاشتاج؟ بتفيد ان هي بتلم كل الموضوعات اللي ليها علاقه، يعني مثلا هاشتاج اسمه ماركتنج، كل المواضيع اللي ليها علاقه بالماركتنج هتلاقيها في الهاشتاج ده. فانا لو بدور على حاجه هروح، لو انا بدور على حاجه هروح اكتب ماركتنج، فيظهر بالهاشتاج، فيظهر لي كل المواضيع، ففايدته ان انا اظهر في الكوميونتي بتاعتي، في الكوميونتي اللي الناس بتدور فيها، فبيساعد في الوصول. دي كلها حاجات مهمه في حته الهاشتاج. طيب تاني حته الاكونت، الناس بتسال على الاكونت، لو انا بعمل اكونت اشتغل بيرسونال من الاكونت الشخصي على البيزنس اكونت، ولا اعمل اكونت خاص بالحساب؟ ممكن افضل ان انا اشتغل باكونت نورمال عادي جدا، بنزل بوست، بيتعامل مع الناس، بيستخدم ماسنجر، بياخد شير من حاجه، بينزل ستوري، اكونت عادي جدا عشان يبقى تراست بالنسبه للالجوريزم، بالنسبه للبرايفسي بتاعت جوجل، سوري بتاعت فيسبوك. وفي نفس الوقت ممكن اعمل تو اكونتس واخلي فيه اكونت هو يعني على جنب كده، تمام، للظروف، حصل حاجه في اكونتي يبقى الاكونت الثاني ده موجود، اقدر امانج منه وامشي منه الدنيا لحد ما اشوف اكونتي مشكلته ايه، تمام. سؤال خارج الموضوع، مش عارف ايه كل ده سؤال. انا شفت حضرتك كذا فيديو عن السي، كنت حابب اسال، انا لو عاوز اركز على كتابه مقالات مواقع لازم أنا اهتم بالويب اس اي او مع الاوف سايت بكل جانب وتكنيكال واس اي او، ولا ده ايه بيج سبيشال؟ لا لو انا هشتغل اس اي او كشغل، لو انا هشتغل اس اي او كشغل كان واحد بتاع اس اي او، فلازم انا اشوف كل حاجه في الاس اي او، افهم كل حاجه في الاس اي او. طب انا لو واحد بتاع كونتنت عايز اكتب كونتنت متوافق مع محركات البحث، لا يبقى انا بفهم الاي سي او كاون بيج ازاي اكتب كونتنت متوافق مع محركات البحث، من غير بقى ما اخش في تكنيكال واوف بيج والقصص الثانيه دي، انا بس بفهم لما اكتب مقال ازاي اهيئه ان هو يظهر في محركات البحث او يبقى متوافق بالكيوردز بتاعه الويب سايت اللي انا بشتغل عليه، مش محتاج افهم اكتر من كده، تمام. ايه تاني؟ وايه الفرق ما بين وهل في ثانيه بس وايه الفرق ما بين الارتكل والبلوج، وهل كل حاجه ليها عدد كلمات معينه؟ لا عادي، الفرق ده مقاله، تمام، والبلوج هي مجموعه بيتحط فيها مجموعه مقالات، مش فرق، مش يعني انا بالنسبه لي ما فيهمش فرق بصراحه، يعني دي غير ده، تمام. صور الاعلان، في ناس بتقول انها علشان تجذب انظار عملاء تعمل الاد بصور غريبه وقد تكون غير مرتبطه بالمجال ده، صح؟ لا ده اي هبد اللي بيتقال ده هبد، يعني ايه اعمل صوره مالهاش علاقه ومش عارف، ده اي كلام في بيتقال، ده اي كلام مالناش دعوه بيه، تمام. ايه الفرق؟
طيب ايه الفرق ما بين كل نوع من الهاشتاج اللي حضرتك كتبتهم؟ لا، هو اللي انا كتبتهم دي تولز، ادوات، ابلكيشن على الموبايل بيساعدنا ان احنا نشوف انهي احسن هاشتاج نستخدمه. اللي انا كتبتهم دي تولز نستخدمها مش انواع، تمام؟ الانستجرام له ترندات في الهاشتاج. ليه ترندات في الهاشتاج؟ ليه ترندات؟ ترند على حسب المجال نفسه. يعني مثلا في هاشتاج ممكن يكون واخد نسبة عالية جدا 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 وهو أعلى حاجة، وفي هاشتاج تاني بيكون أقل، تمام؟ بس الهاشتاجات كترند زي تويتر، لا، هو تويتر مختلف، تمام؟ إيه تاني؟ المحاضرة النهاردة أو الميتنج سوري النهاردة يعني ما شاء الله كويس يعني. إيه تاني؟ خلينا نشوف كده في حد تاني عنده سؤال ولا نكلوز على كده؟ خلينا نشوف كده حد تاني عنده سؤال. حد تاني عنده انستجرام له او دي شفناه، تمام خلاص. باذن الله خلاص. تمام. يعني بصراحه ممكن نفهم ازاي استخدم التولز عادي جدا. انا بحط بحط الهاشتاجز بتاعي، الكلمه اللي انا عايز اعملها هاشتاج، وبحطها في التولز نفسها، بتقول لي انهي افضل، انهي اللي اعلى في الرانك او الوصول، انهي اللي مستخدم بشكل اكبر، وبناء على كده انا بختار الهاشتاجز اللي انا يوصل لي بشكل كبير، وببتدي اختار من تاني هاشتاج بحيث ان الهاشتاج بتاعي يبقى ظابط يعني، تمام. بس ده استخدام التولز بشكل بسيط. ممكن تنزلهم على الموبايل وتتعامل معاهم، هتلاقي نفسك فاهم الدنيا يعني ماشيه ازاي يعني، تمام. طيب ايه تاني؟ خلينا نشوف ايه تاني. ممكن ايه الادوات اللي بكشف من خلالها على اصل المحتوى؟ يعني اعرف منين المحتوى ده اصلي ولا منسوب؟ اكتب على جوجل كده حاجه اسمها كونتنت بلوجريزم، تمام، كونتنت بلوجريزم. ومن خلال الكونتنت بلوجريزم ده هنبتدي نشوف المحتوى ده هيجي لك الويب سايت ويقول لك الكونتنت ده اصلي ولا منسوخ، وهيديك كمان اللينك اللي منسوخ منه، تمام. بس كونتنت بلوجريزم، تمام. وده هي هي هيفرق معاكي كتير يعني، وهتلاقي كذا كذا ويب سايت يعني، تمام. ايه تاني؟ تمام، خلينا كده نشوف ايه تاني. تمام، كونتنت بلوجريزم مش اولوجريزم، ماشي، عشان بس الناس تمام. او اكتبي على جوجل معرفة المحتوى الاصلي من التقليد، هيقول لك الاسم بشكل دقيق، وتقدري تخش على التولز دي بسيطه، وفي تولز كتير بتعمل كده، تمام. هتلاقي برضو التول اسمها كونتنت بلوجرازم، تمام. يعني ماشي، لو هاخد كي وورد نسبه بحثها خارج الدوله اللي انا شغال فيها ولكن لها علاقه بالثقافه اللي عايز اوصل لها، لان الدوله شغاله الكي وورد ضعيفه فيها. بص، هو الكي وورد ضعيفه من ناحيه ايه يا منى؟ يعني هل الكي وورد دي ضعيفه في السيرش ولا ضعيفه في ايه بالظبط؟ يعني انا مش، لو الكيورد ضعيفه في السيرش، ضعيفه في البحث، ببتدي ان انا اخد الكيوردز دي واعليها في المكان اللي انا فيه بناء على الباك لينكس، تمام. يعني انا هستخدم الكلمات دي وابتدي انشرها بشكل كبير في الاماكن الريليتد. يعني مثلا انا دلوقتي شغال في الساعات، اوكي، فمثلا ساعه رولكس، معدل البحث عن او معدل البحث عن الساعه رولكس في مصر قليل جدا جدا. طيب الناس المهتمه اصلا بقى بالساعات، تمام، ابتدي ان انا اشتغل على ساعه رولكس وابتدي انشرها في الويب سايت او كباك لينك في الاكونتات او الويب سايت اللي ليها علاقه بالساعات بشكل عام، فابتدي الفت انظار الناس، وابتدي انا اخد ترند في الايه، في الساعه رولكس، فالناس اللي بعد كده تبتدي تنتشر معايا، وابتدي ان انا العب وارانك عليها واخد ايه اول ظهور في كلمه ايه ساعات الرولكس، تمام. بس اهم حاجه ما ينفعش ان انا اشتغل على دوله تانية طب يبقى انا ما عملتش حاجه، يبقى الناس بتدور عليا في لندن وانا عمال ابيع في امريكا، طب انا ما يبقى انا عملت ايه، تمام. طيب يا اما اشتغل على نفس الدوله واحاول اشحلها، تمام، يعني اشتغل على نفس الدوله والدوله دي احاول اشحلها واشتغل على واستهدف نفس الدوله دي، بس طبعا اتاكد من التيلد بتاع الويب سايت ان هو متوافق. التيلد ده اللي هو دوت كوم دوت نت دوت او ار جي، دي اسمها تيلد، اوكي. فانا اتاكد ان التيلد ده متوافق مع
يعني ماشي حاضر احل المشكله والله. ففي حاجه اسمها تيلد، تمام؟ التيلد دي اللي هي اسمها دوت كوم دوت نت دوت او ار جي، دي اسمها تيلد، اوكي؟ فاتاكد ان التيلد ده متوافق مع المحرك البحث اللي انا بشتغل عليه في الدوله اللي انا بشتغل عليها، وابتدي اشتغل على هذا الاساس. وكمان اتاكد ان انا بشتغل صح في الويب سايت بتاعي، بيظهر هناك ان الويب سايت بتاعي انترناشونال مش لوكال، وابتدي اشتغل اس اي او انترناشونال مش لوكال، اوكي؟ تمام. ايه تاني؟ في اي اسئله تانيه؟ اوكي ماشي. في ناس بتقول مش عارف استغلك النهارده، معلش والله هشوف مشكله الصوت دي ايه، انا مش عارف بصراحه، ممكن تكون في زوم نفسه او في اللابتوب او ايه، انا مش عارف بصراحه. لو موقع لسه بيبدا وبينزل مقالات تكون متوافقه مع الاي سي او، المفروض يختار عليها سيرش كتير كيوردز من الجمهور ولا عليها منافسه من المنافسين؟ لو انا في البدايه انا ممكن اشتغل على ده، ممكن اشتغل على ده عادي جدا، تمام؟ لو هشتغل على منافسه كبيره، فانا هعمل في حسابي ان انا قدامي سنه عبال ما اظهر، تمام؟ لان انا بنافس ناس تقيله جدا جدا على الكلمات دي، فعبال ما اظهر هياخد معايا وقت طويل جدا جدا، تمام؟ طيب لو انا بقى عايز اظهر بسرعه، فانا هاخد معدل سيرش اعلى، وهاخد هي ملهاش رول، يعني ملهاش قانون ان انا لازم استخدم ده، لا هو على حسب الكيس اللي انا فيه. انا ويب سايت عايز اظهر في اسرع وقت، فابتدي اخد الكيوردز اللي عليها معدل سيرش معين، وابتدي اخد منافسه قليله عشان اظهر بشكل سريع. طب انا بقى متارجت كلمه معينه، والناس دي هي الناس التقيله اللي انا بدور عليها، لا انا في الحاله دي هبتدي اشتغل على ان انا هبتدي اشتغل على ان انا اتارجت نفس الكلمات، يعني اشتغل على الكلمات دي، وابتدي بقى اعمل في حسابي ان انا هاخد وقت طويل عبال ما اظهر، تمام؟ فهي ملهاش قانون، على حسب البلان بتاعتي، ببتدي ابني البلان بتاعتي على مدار 6 7 شهور، على حسب عدد صفحات الموقع قد ايه، على حسب الكواليتي، الدومين اثوريتي والبيج اثوريتي، الدي بي والبي دي، في حاجه اسمها قوه الدومين، وفي حاجه اسمها قوه الصفحه نفسها، تمام؟ وابتدي اناليسز الكلام ده، تمام؟ خبرنا لو سمحت عن كيف امسك الكلمات المفتاحيه، واحكي لنا عن الباك لينك شويه. شو انا مش فاهم الكلام بشكل صريح، بس هو من الواضح ان عايزين نتكلم عن الباك لينكس. ممكن نحدد سيشن جايه نتكلم فيها عن كل شغل الاي سي او بشكل عام، ونفتح اسئله الاي سي او بشكل كبير يعني، تمام؟ انا شغال تيلد، اعرف ازاي البلوجر بلوج بوست. انا مش فاهم يا منى، مش فاهم الانجليزي داخل في العربي، انا مش فاهم ازاي، مش عارف اعرف ازاي التيلد اللي انا شغال عليه بلوج، وانا مش فاهم. عموما انا لو عايز اعرف التيلد انا بشوف في الويب سايت بتاعي هو دوت كوم، يعني مثلا انا هفتح في 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 لندن، حلو، او هستهدف مثلا الناس اللي عايشه في لندن، فالناس اللي عايشه في لندن دي الافضل بالنسبه لها اليو كي، تمام؟ www. اسم الدومين دوت يو كي، تمام؟ والله دوت كوم، فعلى حسب انا بطول انهي دوله يعني، فعلى حسب الدوله عادي ممكن في جوجل تكتبي افضل تلد دومين لدوله كذا، هيجي لك افضلهم وهل متاحه ولا لا، وعلى حسب اسم الدومين بس، تمام؟ موضوع بسيط. ايه تاني؟ ممكن نشوف في اي حاجه تانية. ده كلام هندي انا مش فاهمه برضه، انا جي في مش عارف جي اتش، انا مش فاهم، ف مش عارف. تارجت امريكا، فعادي في يو اس، تمام، وفي دوت كوم، الاثنين يمشوا، تمام. ايه تاني؟ تمام، بس اعمل في حسابي لو انا هتوسع قدام ابتدي اكون شايف الامور ماشيه ازاي على حسب البلان، تمام. طيب ايه تاني؟ في حد عنده اسئله تانية النهارده؟ في حد بعت ال عمل سيرش عايش، انا مش عارف مين حرف الاف ده بصراحه، مش يعني مش ظاهر لي الاسم، بس عايش يعني. حد عمل سيرش على البلوجريزم وبعتها، تمام. طيب خلاص، حد تاني عنده سؤال ولا بيفهم ولا ايه؟ اوكي تمام. طيب خلاص، ان شاء الله اشوفكم على خير يوم الجمعه الجايه الساعه 9، وخلينا نعمل فوت، ممكن نتكلم على الاي سي او بما ان
بما ان يعني ناس كتير بتسأل على الاس اي او، وان شاء الله يعني ان شاء الله تبقى حاجة كويسة الاسبوع الجاي برضو، لحد ما نتقابل ان شاء الله اوفلاين بعد العيد. وشكرا ليكم كلكم، وان شاء الله اشوفكم على خير يوم الجمعة الجاي. تصبحوا على خير.